المجلس الانتقالي الليبي يطلب من حلف شمال الأطلسي تمديد مهلته في البلاد حتى نهاية العام الحالي على الأقل، بدلا من نهاية الشهر الجاري، حيث كان الحلف أعلن عنها الأسبوع الماضي بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. الطلب جاء خلال انعقاد مؤتمر لأصدقاء ليبيا في العاصمة القطرية الدوحة. نحن لازلنا في حاجة إلى معونة الأصدقاء في مساعدتنا في تأمين حدودنا خدمة لنا وخدمة لدول الجوار وخدمة لدول الجنوب الأوروبي. المجموعة الجديدة المنبثقة على مؤتمر الدوحة شكلت بعد انتهاء دور الناتو. قطر ستقود هذه المجموعة وستركز العمل على تدريب وبناء المؤسسات العسكرية الليبية وجمع الأسلحة ودمج الثوار في المنظومة العسكرية. ليبيا الحرة شعار هلل له الليبيون منذ أيام، وهم الآن في طريقهم إلى تشكيل أول حكومة في عهد ما بعد القذافي، ولكن رسم المشهد النهائي لا تزال دونه عقبات قد يكون للجنة أصدقاء ليبيا هذه الدور البارز في تزييلها. من الدوحة، مها بردة، يورونيوز.